هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل ماسك، بقالي مده طويله جدا ما عملتش ماسكات، هعمل ماسك حلو قوي 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 بالكركم وكمان بالساليسيليك اسيد. الماسك ده حلو جدا لان هو بيشيل التصبغات اللي في الوش، البقع، الكلف، كمان لو الوش فيه حبوب، وكمان الخطوط الرفيعة، بيجدد خلايا البشرة. جميل جدا، بس تستخدميه بالليل بس علشان ده فيه ساليسيليك أسيد. تحطيه بالليل، تفرديه على وشك زي الكريم وتنامي بيه، والصبح تشطفي وشك وتستعملي سان بلوك. السؤال التاني، نستخدمه كم مرة في الأسبوع؟ تقدري في الأول تستخدميه 3 مرات في الأسبوع، وبعد كده تزودي تستخدميه بشكل يومي. المدة اللي هتستخدميه فيها 3 أسابيع، وبعد كده هتلاقي الفرق واضح جدا في بشرتك. ده طبعا بفضل الساليسيليك أسيد، وكمان الكركم بيدي بريق حلو جدا للجلد، تلاقي وشك كده بيلمع كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ازاي الماسك ده. انا هشرح لكم الطريقة والخطوات، بس المكونات يعني بس المقادير بالظبط هتكون مكتوبة في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وكمان اماكن الشراء هبقى سايباها تحت في صندوق الوصف اسفل الفيديو. اول خطوة ببتدي بيها ان انا هدوب صمغ الزنسان جام في الجليسرين. دي اسهل طريقة لتدويب صمغ الزنسان، بس بياخد وقت طبعا في التقليب شوية كده زي ما انتم شايفين، وبيفك على طول يعني. وبعد كده هضيفه بقى للماء المقطر. بصوا، تقريبا هو خد مني تقريبا 5 دقايق تقليب كده لغايه لما صمغ الزنسان داب تماما في الجليسرين، بس لازم تكوني صبوره عشان يديكي نتيجه حلوه. يعني اقصد نتيجه حلوه ان القوام نفسه بتاع الماسك، او لو انت حتى بتعملي كريم، يطلع القوام حلو. يعني لازم كل حاجة تاخد وقتها في التقليب وما تزهقوش، يعني ده اللي أقصده. يعني بصوا هنا بعد لما داب وتقل، شايفين قوامه دلوقتي؟ انا هنا معايا الماء المقطر، هضيف عليه اديتا. الاديتا دي فايدتها ان هي بتقضي على عسر الماء، فالخطوة دي بتحافظ على التركيبة بتاعت الماسك او التركيبة بتاعت الكريم انه ما يخربش. يعني هضيف بقى دلوقتي الصمغ الزنسان اللي انا دوبته، وانزل بيه واقلب شويه شويه، وكمان هساعده ان هو كمان يعني يتخلط كويس مع الميه، يدوب كويس. هشتغل شويه بالهاند بلندر زي ما هتشوف. فايدة صمغ الزنسان في الوصفة دي ان هو متخن مائي، بيدي قوام. دايما صمغ الزنسان يضاف للطور المائي علشان يدي تقل ويدي قوام، يعزز القوام في الوصفة. يعني هنا خلاص بقى، يعني خلاص تجانس تماما وقوامه تقل وبقى حلو، مبقاش فيه كلاكيع. هبتدي بقى احضر التور الزيتي بتاعي، وبضيف اللانت او وراء اللانت 16. هضيف بعد كده بقى السي سي تي اللي هو كابريل كابريكل تراي جليسرايد. ده نوع مشتق من زيت جوز الهند.
ده سريع الامتصاص قوي جوه الجلد وبيدي انسيابية للماسك للخلطة بتاعت الماسك بتاعتي. وبضيف كمان زبدة الشيا، طبعا زبدة الشيا هتديني ترطيب حلو جدا، انا محتاجة حاجة مرطبة مع الساليسيليك اسيد. طبعا هستعمل كمان زيت الترمس، وزيت الترمس بيديني طبعا تفتيح حلو جدا للبشرة. هاخد الطورين، الطور المائي والطور الزيتي، على حمام مائي علشان الشموع بتاعتي تدوب ودرجة حرارتهم تبقى واحدة، يعني حتى الطور المائي بيتحط على معايا عشان لازم درجتين حرارة تبقى واحدة. اهم حاجة دلوقتي ان المية اللي بضيفها في الحمام المائي تغطي لي الجزء بتاع الشموع عشان يدوب كويس. انا هنا هبتدي ان انا ادوب بقى حمض الساليسيليك، وبدوبه في المونوبروبولين جلايكول. تلاقوه بقى داب على طول بمنتهى السهوله، وهتلاقوه بقى قلب وبقى شفاف تماما زي ما هتشوفوا كده. يعني بعد شويه تقليب بسيط قوي هتبص تلاقيه ما بقاش لونه ابيض، بقى لونه شفاف زي الميه. ساليسيليك اسيد ده اتكلمت عنه قبل كده في الجزء اللي عملت حاجات مقشرات الاحماض على القناه وكده، وشرحت وقلت ان هو من احماض بيتا. الاحماض بتاعتنا بتبقى الفا هيدروكسي وبيتا هيدروكسي، احماض الفواكه، وهو يعني مشتق من قصب السكر. وطبعا انا قلت في اول الفيديو فايده ان هو هيعالج مشاكل كتير قوي في البشرة. دلوقتي انا بنزل بالطور المائي فوق الطور الزيتي اول لما الشموع بتاعتي دابت، وهبتدي اخلط بقى بالهاند بلندر علشان اعمل المستحلب بتاعي، وهنتظر لغاية لما درجة الحرارة بتاعتي تنزل قبل ما ابتدي ان انا اضيف بقية المواد بتاعتي. وهساعد زي ما هتشوفوا كمان شوية، هساعده ان هو يبرد اسرع بان انا هنقله في بيكر تاني، لان ده احنا دلوقتي حر قوي وبقيت بستنى كتير قوي قبل ما درجة الحرارة تنزل، فلقيت ان الطريقة دي اسهل. واي نعم بيكرات كتير بتتوسخ كده، لكن بيختصر وقت جامد يعني. وفي ناس على فكرة بيكونوا محضرين تلج ويعملوا حمام تلجي على طول فينزلوا درجة الحرارة، بس أنا لسه ما جربتش الطريقة دي. زي ما انتوا شايفين كده اضطريت ان انا انقل في بيكر تاني جديد علشان انزل درجة الحرارة بسرعة واقدر اكمل الماسك بتاعي اخلصه بسرعة. الكركم اللي انا هضيفه في الوصفة اضطريت اجيب نوع كركم غالي شوية مستورد اورجانيك علشان ما يدينيش صبغة جوه الماسك بتاعي، ما يسيبش صبغة لون اصفر على الجلد، لان النوعية اللي بتبقى موجودة عند العطارين او النوعية العادية اللي موجودة حتى في السوبر ماركت بيبقى مع الاسف محطوط فوقيها لون يعني. بس هنا حاجة غريبة جدا، وانا ببص على العبوة لقيت مكتوب عليها جلوتين فري. يعني ايش دخل الجلوتين؟ الجلوتين ده بيبقى موجود في الدقيق، ايش دخله في التوابل؟ يعني شوفوا بيحاولوا ان هم يعني زي مثلا زي ما بيحطوا على الشامبوهات مثلا يقولك بارابين فري وما اعرفش ايه حاجات زي كده، برضو يعني نفس الحاجة في الأكل يعني، سبحان الله. هضيف بقى الكركم للخليط بتاعي أول لما درجة حرارته ابتدت تنزل. شايفين أنا استخدمت كمية قليلة قوي، ما تحاولوش أن انتوا تزودوا، هي الكمية البسيطة دي هي هتديني نتيجة حلوة جدا، مش محتاجين أكتر من كده خالص يعني.
الكركم ده فوائده كتير جدا، غير ان هو مضاد للاكسده وان هو حلو قوي للبشره والكلام ده كله. البلاد اللي بيستعملوا في اكلهم كركم نسبه الكانسر عندهم مش موجوده او يعني ضعيفه جدا، لان الكانسر، لان الكركم ده من الحاجات اللي بتمنع فعلا الكانسر وحلو جدا للصحه. القوام جميل جدا طبعا، علشان صمغ الزنسان اللي انا ضفته، فمديله كده قوام شوية على جل، واللون الحلو ده طبعا علشان الكركم اللي فيه. دلوقتي انا هضيف الساليسيليك اسيد وهقلب شوية، وبعد كده هيبقى فاضل الفيتامين اي والمادة الحافظة. ولو حابين تضيفوا زيت عطري بيكون اختياري، انا ضفت مثلا زيت الجريف فروت. بضيف الفيتامين اي، هضيف المواد الحافظة بتاعتي. انا هنا بضيف البيوكرول WS1، وهضيف وراه على طول الفينوكسي ايثانول. وبضيف زيت الجريب فروت وبقلب. طريقة الاستعمال طبعا بتكوني على بشرة نظيفة، وكمان يستحسن تكوني عاملة قبلها سكراب او حاجة زي كده، علشان يعني لما الواحد بيكون عامل سكراب وبعدين يحط الكريم او يحط الماسك البشرة بتستفيد اكتر. يعني بوزعه كده بالمنظر ده وبنام بيه، وتاني يوم لازم بقى اغسل وشي كويس واحط سان بلوك
والترطيب بتاعي وكل حاجة. الماسك ده ابدا ما تحطيهوش وتخرجي بيه ابدا ابدا، لان فيه ساليسيليك اسيد فمؤذي للبشرة وتعرضتي للشمس. والترطيب كمان مهم جدا طول الفترة اللي انت بتستخدمي فيها الماسك ده، اللي عشان فيه ساليسيليك اسيد تكوني تستعملي مرطب. البشرة بتبقى محتاجة ترطيب بعد ما تكوني بتستعملي حاجة فيها أحماض، بالذات حمض الساليسيليك أسيد أو أحماض الفواكه أو اللي هي أحماض البيتا أو أحماض الألفا هيدروكسي.